ما بين مهجر قسريا ومطرود من أسرته. يتجمع هؤلاء كبار السن في هذه الدار ممن تقطعت بهم سبل العيش. قاسم محمد أحد نزلاء دار رعاية المسنين في النجف، يروي معاناته الإنسانية بعد أن طرده أخوته من مدينة العمارة ورفضوا استقباله في بغداد بعد سفره إليها، ومن ثم عودته إلى العمارة ليرفض مرة أخرى من قبل الرعاية الاجتماعية، حتى انتهى به الحال في هذه الدار. الحكومة هجرتني وعدوا بيش، وثاني مرة الناس هجروني يقولوا تم حد لك هنا. جيت لا عد بيش، ماخذ الدرابين وأكو عندنا حي جديد بهالشمس هذا والتراب وكرفان مال الحديد. قبل لا هم ما عدتهم ومضوا كش ما ياكل، وشي تشتغل صاحي وشي تشتغل بالسمش باي خياتي هذا اخوه مرته. بس هم بحوال بعد يا قاسم يا اخي هي هاي كلهم مو بس انا هواي بس كلها هي هاي هم اهلهم ذابينهم. معاناة قاسم محمد مشابهة لمعاناة النزيلة أم حسين، وهي أرملة من أهالي النجف. تعرضت هي الأخرى للتعنيف من قبل أحد أولادها وأجبرت على مغادرة المنزل إلى دار المسنين لتروي قصتها. يعني ابني شوية من استغل الفرصة، يعني أبوه توفى وأخوه بالسجن، استغل الفرصة يعني شلون يعني شجع بهذا الشيء، شاف ما حد يحاكي حاليا يعني شاف نفسه كبر، قالت انا رجال البيت يعني ماكو واحد غيري، انا يعني مل ايده علي كم مره ضربني يعني اتجاوز، ما تحملت هيك وضعي يعني صار ما صار سنتين رجلي متوفي ما شفت من عندهم واحد شال لي ربع دينار وطاني، بس انا يعني انتهم بنيتهم خلصانه دواء ما تم السكر وما ضغط ارد اجيبه ما عندي امكاني اني اروح اجيبه لان ما عندي. ام حسين عجزت عن كفاله ابنها السجين ماليا، حتى الجهات الحكومية لم تراعي ظروفها. جيت خالة محامي لابني ما هساعدني وطاني 500 واعتازية فلوس، قلت له معتازة لأن الدولة تريد من عندي 500 لأن مالي ما عندي وترفض ظروفي، كلها سحبت نفسها كلها تبرد من عندي قالوا ما عندنا هذا الشيء. القليل من الرعاية والكثير من الهم والأسى والعزلة لنزلاء هذه الدار، وشيء من وطن مفقود في أروقته.